السيد أنور أركان الخبير أو خبير الدراسات في شركة ألب فوركس للأوراق المالية معنا في الاستوديو للتعليق حول موضوع التقرير. ولكن قبل الدخول في موضوع التقرير ذكرنا قبل قليل خبر يتحدث عن الليرة التركية 2.86 ليرة مقابل الدولار، كيف ترى هذا الرقم وإلى أين تتجه الليرة؟ طبعا قبل كل شيء هناك عدم استقرار سياسي، هل سيتم هناك إجراء ائتلاف أم لا، أم سيكون هناك انتخابات مبكرة؟ إذا نحن الآن والآن كما تعرفون قبل قليل كانت هناك لقاء بين حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، إذا هل حدث سيحدث الائتلاف أم لا؟ هذه كل هذه الأمور يؤدي إلى عدم استقرار في الليرة التركية وارتفاع الدولار. طبعا كما تعرفون كان هناك لقاءات بين حزب الحركة الشعبية والجمهوري عفوا والحزب العدالة والتنمية ولم يحدث هناك ائتلاف، إذا وهذا عدم الاستقرار هذا يؤدي إلى فقدان قيمة الليرة التركية أمام الدولار. حان الأوان لتدخل البنك المركزي برأيك؟ طبعا غدا سيكون هناك اجتماع للبنك المركزي ونحن ننتظر، قد يكون هناك سياسة شفافية، قد يكون هناك سيكون هناك سياسة شفافية بهذا الخصوص. وطبعا بالنسبة للفوائد أيضا سيكون هناك مداخلة وسيتم تعريف عن فوائد معينة فقط، احتمال أن يتم هناك سياسة بهذا الخصوص، وطبعا ويجب ويمكن أن يكون هناك سياسة للفوائد قد يتم تعيينها وأن لا يتم زيادة الفوائد أكثر كما هو عليه الآن. إذا قد يستطيع البنك المركزي أن يتم بمداخلة واحدة فقط، وبسبب عدم الاستقرار السياسي وعدم إيجاد حكومة طبعا هذا يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي أيضا نوعا ما، لذلك فهذا الشيء يجب على طبعا السياسة، يجب أن يكون هناك السياسة قوية جدا وتكون هناك استقرار سياسي أو البنك المركزي يجب أن تكون هناك مداخلة من قبلها. بالعودة إلى موضوع التقرير، هناك اختلالات في موازنات عدد من الأندية في بورصة إسطنبول بسبب صفقات شراء باهظة، كيف ترى الوضع المالي لهذه الأندية خصوصا مع بدء الموسم الكروي؟ طبعا لدينا 4 نوادي كبيرة جدا هم يقومون بصرف أموال طائلة لأجل شراء لاعبين جدد، طبعا وهم لا يستطيعون شراء عدد كبير من اللاعبين بسبب ارتفاع الدولار أيضا، وأيضا ونحن كما نشاهد أن هذه الفرق أو النوادي الكبيرة على مدى السنوات لم تقوم بجني الأرباح بل تخسر على الدوام، وهناك ديون كبيرة باهظة على عتق هذه الأندية طبعا، وهم قاموا بشراء عدد كبير من اللاعبين البارعين، وطبعا وعلى الرغم من أن هؤلاء اللاعبين أنهم كبار لم يستطيعوا أن يظهروا خبراتهم على الساحة الكروية. إذا نحن كما تعرف عندما نظرنا إلى أوروبيا مثلا عندما يقومون بشراء لاعب يقومون ببيعه بشكل أكبر وبشكل ضخم جدا، وهذا يؤدي إلى إظهار نتيجة كبيرة جدا على الفريق وعلى النادي، إذا فإما أن تقومون بشراء هذا تبيعون لاعبا بمبلغ باهظ وتشترون لاعبا أرخص منه وهذا يكون هناك نوعا ما ربح للنادي، إذا وهناك بعض النوادي يكون لديها مثلا أرباح ثابتة وعلى الاستمرار يكون زيادة لهذه الأرباح وبسبب النجاح الذي يحققون يجنون الأرباح أيضا، إذا وكما تعرفون أن النوادي التركية هناك دائما ضغط عليهم من خلال النفقات التي يقومون بصرفها وعدم تحقيق أرباح كبيرة جدا على الساحة الأوروبية، فهذا يؤدي إلى وجعل عاتق كبير على طبعا عليهم من خلال الديون. تتحدث أنه لن تكون هناك عائدات استثمارية تساوي المدفوعات، بالتالي هناك اختلالات ستكون خلال الموسم المقبل، ما الذي دفع الأندية لشراء اللاعبين إذن؟ ما
طبعا السبب هو بسيط جدا، أن يقوموا بجني أرباح على المدى القصير في أوروبا، ولكن عندما ننظر إلى من الناحية العامة يجب علي أن يكون هناك تغيير في السياسة الكروية في تركيا، ليس بتغيير اللاعبين فقط. إذن طبعا هناك كما تعرفون أن هناك العديد من اللاعبين الذين لا يستطيعون أن يلعبوا على الساحة الكروية الآن، وأدائهم أصبح منخفضا جدا، فيجب علينا تغيير هؤلاء اللاعبين. مثلا كما تعرفون أن اللاعبين الأجانب هو مهم جدا في تركيا كما تعرفون، لذلك فعندما نختار الأجانب يجب علينا أن نختار اللاعبين الذين أثبتوا أنفسهم على الساحة الكروية، ولذلك فمثلا وكان الهدف من ذلك أن يقوموا بشراء هذا اللاعب الذي تم اكتشافه مجددا، وأن يجعلوا مثلا صيته يشع في أوروبا ويصبح مشهورا أكثر، ثم يبيعونه بأسعار أكبر وبذلك يجنون أرباح. وطبعا هناك بعض نقل هؤلاء اللاعبين لم يستطيعوا أن يجنوا أرباح منهم كما كانوا يتوقعون، ولم يظهروا ما كانوا يتمنون منهم على الساحة الكروية، وبذلك جعل إيرادات الفريق وعائدات الفريق تقل مقابل نفقاته. ألا ترى معي أن هناك رابط بين شراء الجزيرة حقوق بث الدوري التركي وشراء هؤلاء اللاعبين؟ طبعا ديجي تورك كما تعرفون هي ماركة مسجلة وماركة مشهورة في تركيا، وهي كانت تشتري حقوق البث في تركيا للفرق التركية ونشر المباريات وعرض مباريات الكرة القدم للدوري التركي السوبر. إذن وديجي تورك كان قد دفعت 450 مليون ليرة تركية للفرق لأجل بث المباريات، فهذا طبعا مبلغ كبير جدا، فحق النشر وحق طبعا المباريات نشر المباريات هذه، وطبعا هذا يؤدي إلى ارتفاع نسبتها نوعا ما، لأنها بيان مجموعة بيان هي التي قامت باشتراء هذا الحق، وهؤلاء الذين اشتروا ديجي تورك سيقومون بدفع مبالغ أكبر مما كانت تدفع عليه ديجي تورك، وطبعا وبهذا سيؤدون إظهار هذه المباريات، وقد يجعلونها تنشر على الساحة الدولية أيضا، وطبعا ويقومون أيضا بعمل طبعا واسطة لأجل نقل اللاعبين أيضا. أنا أود الحديث عن موضوع أنت ذكرته، تسويق اللاعبين. ربما مع شراء الجزيرة حقوق بث الدوري التركي يستطيعون تسويق اللاعبين بشكل أكبر، اللاعبين الجدد الذين اشتروه بثمن باهظ، ألا تتفق؟ طبعا الدوري التركي في أوروبا وفي العالم هذا سيؤدي إلى زيادة مشاهدة الناس للدوري التركي طبعا، وهذا قد يكون مبكرا أن نقول هذا الشيء، ولكن قد يكون مثلا هناك بعض النوادي مثلا طبعا كما تعرفون أن الدوري البلجيكي والدوري الهولندي عفوا الدوري البرتغالي قد لا يكون مشاهدا من قبل كثير من الناس، ولكن مع الزمن يزداد مشاهدة لها، فإذا استطعنا أن نجعل تركيا أيضا تزداد نسبة مشاهدة الناس لها من خلال عرضها على شاشات الجزيرة ومجموعة بيان، فبهذا سيؤدي إلى زيادة ارتفاع مستوى اللاعبين وزيادة نسبة أسعارهم، وبذلك نجعل اللاعبين التركيين وزيادة نقل عدد اللاعبين التركي إلى الملاعب الأوروبية وإلى الفرق والأندية الأوروبية. السيد أنور أركان الخبير أو خبير الدراسات في شركة ألب فوركس للأوراق المالية، شكرا جزيلا لك. وفي برنامج عين على الاقتصاد، ولكن بعد الفاصل.